الناحية. وعدك تفكر؟ عم شاي. الله على اساس تهسه هولندي عراقيين يعني شنشرب؟ احكي لي. مخابرات لا. يعني تتوقع بنعمة الريف تتصل وتبادر؟ اكيد لا. صح. زين انت ما خبرت؟ لا. لان هي ما تريدني اتواصل وياها. وانا ما احب اضايقها. خوش سالفة. زين جرب لازم تجرب. اتمنى. بس ما اعرف يا اخوي، والله ما اعرف، ما اريد اكبر الموضوع. انا بس اريد اعرف شيء. شنو اللي خلاها تتغير علي؟ شوفي المفروض هي امي اللي قاعده تفكر بيك. يا اخي لو بس يفتهم، وحده تحب واحد، ليش تسوي مشاكل؟ غير المفروض يعيشون بسلام. يعني انت صرت لي ابو الحكم هسه. وهسه شنو الحل؟ ما عنده غير حل. لازم تجرب. لأن كل مدى يطول الوقت المشكلة دي تكبر. راح أحاول. يعني خلاص اللي بيناتكم انتهى؟ اي وما رد اسمع باسمه بعد. خلاص لا تهتمين. هاج هذي هاي الفلوس مشي بيهن امورك هلي امي. هيك والله ما محتاجه فلوس، انا محتاجه شغل. تخليهن يمك لخاطري. تتذكري من كنتي تطيني قبل لا افتح الدكان؟ هاي بلا حكي وفالي سمعت شي يقول لخاطري خذيهن عليك الله. والله ما محتاجه فلوس. زين اذا تحتاجين عليك الله قولي لي. ريف اقدر انام بعد ساعه؟ لان اليوم كله بس قرايه. صوفي وين؟ نايم. ساعة بس. تمام. لا داني خلي أروح وربك يفرجه. لا تشيلينها. الله كريم. وفاء ما راح أنسالك وقفتك. إحنا خوات، لا تقولين هذا الشيء. الله وياك.